أهلا بكم مشاهدينا. حدد مجلس النواب الليبي شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، لكن دون تحديد لموعد تغيير الحكومة التي يترأسها دبيبة. يأتي ذلك في ظل انقسام في مواقف النواب بشأن بقاء الحكومة من عدمه. ومن الشروط التي أقرتها جلسة البرلمان التي انعقدت في طبرق شرقي ليبيا التعهد بعدم الترشح لرئاسة الدولة، كما صوت النواب على إقصاء المجلس الأعلى للدولة من المشاورات المتعلقة برئيس الحكومة الجديدة. مناقشات متواصلة ومقترحات في جميع الاتجاهات تحت قبة مجلس النواب الليبي، تنتهي بتصويت أعضاء المجلس ضد إشراك المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة والتشكيل الوزاري المرتقب. جلسة تبادل النواب فيها الاتهامات بشأن تشكيل السلطة التنفيذية بدعوى فشلها في تحقيق الاستقرار، ويرى مراقبون أن عدم وجود نية لإنهاء المرحلة الحالية يهدد بإعادة الأزمة الليبية إلى مربعها الأول. الحديث عن منح ثقة لحكومة أخرى جديدة هو يعني نسف كل الشعارات الزائفة بالحديث عن المسار الدستوري، لأن يعني الأمر متناقض، أنا أرى متناقض. مخرجات الجلسة البرلمانية في طبرق قد تبدد مساعي التهدئة وفق متابعين، وسط مخاوف من دخول ليبيا في حالة من الفوضى والانقسام، بما في ذلك عودة المواجهة المسلحة. باتت ليبيا على اعتاب مشهد متأزم مع عجز اللجنة المشكلة من مجلس النواب طرح حلول ترى من خلالها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية النورة، في ظل غياب بيئة أمنية وسياسية مستقرة تسمح بإجرائها. وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد، إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية الشهر الماضي. إنقاذ خريطة الطريق يكون بتحديد موعد انتخابات خلال هذه الستة أشهر قبل حلول شهر يونيو، وهو شيء ممكن، ولنقل أن الأجسام إن حسنت نيتها بالفعل تستطيع أن تفعل ذلك. وفي وقت يشدد فيه المجتمع الدولي على ضرورة الحفاظ على خارطة الطريق، يأمل الليبيون أن تستكمل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتنهي صراعا سياسيا ومسلحا عانت منه البلاد لسنوات. عبد الناصر خالد، العربي، طرابلس. هذا وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيل الصالح إن لجنة خريطة الطريق ستحدد عقبات إجراء الانتخابات وطريقة تجاوزها، كما ستحدد موعدا جديدا لإجراء العملية الانتخابية. يعني خارطة الطريق تقوم بالتواصل مع الجهات المعنية، تتأكد أن تزال هذه المعوقات التي قيل عليها، ويقال لنا أن الانتخابات ستتم يوم كذا في شهر كذا في عام كذا. هذا الأمر، خلينا كاتب كلمة نعطوك، هذا الأمر يعني على لجنة خارطة الطريق تستمر في هذا الاتجاه، وتقدم لحضرتكم مقترح مكتوب متفق عليه من اللجنة حسب نظامها الأساسي اللي تقوم به. لن ينضم إلينا من طرابلس فيصل الشريف الباحث السياسي، وأيضا من طبرق الدكتور باهر العكلي أستاذ الإعلام بجامعة طبرق. نبدأ بطرابلس والأستاذ فيصل. من النقاط الجدلية في الشروط التي وضع البرلمان الليبي في طبرق نقطة إقصاء المجلس الأعلى للدولة من مشاورات اختيار رئيس الحكومة المقبلة، ما الغاية في قراءتك من هذا التوجه ومن المقصود به؟ ومشاهديكم الأكارم، الحقيقة في تقديري إلى حد كبير أن عقيل صالح يعود للعبث بالمشهد السياسي من جديد. الحقيقة واضح هو عملية التفرد في الرأي ومحاولة يعني صناعة الرأي الأحادي، العبث بالعملية السياسية برمتها، تجاهل الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة طريق تونس التي تنص بشكل واضح إلى أن عملية أن حكومة الوحدة الوطنية تستمر لمدة سنة وستة أشهر، يعني لا تنتهي إلا في 21 يونيو 2022، أن حكومة الوحدة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكذلك المجلس الرئاسي الثلاثي لم ينتج من
خلال البرلمان وقد أنتجته لجنة 75، وبالتالي لا سلطان للبرلمان على هذا الجسم الذي لم ينتجه. كذلك اليوم يعني نرى أن رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي يفعله هو عبث في عبث من خلال خروجه وظهوره بشكل واضح وإعلانه أنه يرمي بمشروع الدستور الذي أنتجته لجنة 60 المنتخبة من الليبيين عرض الحائط، ويقول أنه عفى عنه الزمن. كذلك يعني يبدد أحلام الليبيين في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس خارطة طريق تونس التي توافق عليها الليبيون. كل هذه الانحرافات بالبوصلة عن المواعيد الرسمية والاستحقاقات الشعبية الحقيقية تعطي مؤشر واضح أن عقيلة صالح يصر على العبث والانفراد بالعملية السياسية وتشكيل خارطة الطريق من أجل صناعة خارطة الطريق على مزاجه، والضرب بخارطة طريق تونس التي توافق عليها الليبيون عرض الحائط، ومحاولة تشكيل حكومة موازية، وكذلك الذهاب بهذه الحكومة لمحاولة أيضا فرضها في الغرب الليبي وخلق سيناريو من المواجهات بين بين هذه الحكومة والحكومة الشرعية الموجودة في طرابلس. هو مخالفة صريحة كما يتفضل ضيفنا أستاذ فيصل، وأيضا هو مخالفة للاتفاق السياسي. هل يختلف هذا مع قراءتك للمشهد وما أقدم عليه البرلمان اليوم في طبرق؟ مساء الخير أستاذ بدر، مساء الخير لضيفك وجمهور قناتك والفريق الفني المصاحب لك. لا شك بأن الوضع الاستثنائي في أي سياسة يتطلب أيضا حلولا استثنائية بامتياز، فنحن نعي جيدا كيف أن السيد رئيس المفوضية قد أعلن عن وجود قوة قاهرة منعته من القيام بالدور الدستوري المنوط به في الإعداد للانتخابات. أما أن نلقي بالبيض في سلة واحدة ونلقي باللائمة على المستشار عقيلة سواء اختلفنا سياسيا أم اتفقنا معه، ونحول الحلول المبتكرة التي هي حلول واقعية بامتياز تنسجم مع المعطيات الموجودة في المشهد الليبي من خلال التدخلات الدولية من جهة وعدم اتفاق الفرقاء، فربما إذا تمت الانتخابات وفقا للرزنامة والاتفاق لم تنتج إلا جسم سياسي مشوه غير قادر على إزالة بعض من الضغوط المعيشية التي لازال يعاني منها المواطن الأمريكي. طيب دكتور باهر، الاجتهاد مطلوب والتفكير خارج الصندوق مطلوب، ولكن مخالفة الاتفاق السياسي ربما على الأقل غير مقبول من الطرف الآخر. المستشار عقيلة عرف عنه أنه رجل عملي بامتياز ويحاول أن يفكر في طرق حقيقية قادرة بالخروج بنا من المشهد والجمود والانسداد السياسي الذي للأسف لن يوصلنا إلى لا شيء، فنحن نحاول أن نرى ضوءا في نهاية النفق، وذلك من خلال وضع حلول عملية، وهذا ما أكد عليه المستشار عقيلة، وأنا هنا أقتبس بأنه طلب من لجنة خارطة الطريق أن توضح وتزيل كافة العراقيل وتضع تاريخ وزمن معين حقيقي قادر على تلبية المعايير الدولية التي ينبغي أن تتوفر في أي انتخابات. أستاذ فيصل، المأزق السياسي الذي تواجهه ليبيا الآن ألا يحتاج إلى شخص شجاع، قرار شجاع، شروط شجاعة للخروج من ليبيا من هذا المستنقع؟ لا، هو الحقيقة يجب أن نقولها أنه بعد فشل العدوان على العاصمة الذي قاده خليفة حفتر وكان عقيلة صالح واجهته السياسية، اليوم يحاولون الالتفاف على الشركاء والخصوم. لا يمكن لك أن تتجاهل أن هناك خصوم وفرقاء ليبيين اليوم على الساحة. محاولة اختزال المشهد السياسي في طرف بعينه ومحاولة الاستحواذ على العملية السياسية والضرب بعرض الحائط، كل المواثيق التي توصلت إليها الأطراف السياسية والتي دعمت من خلال قرارات صادرة عن مجلس الأمن، هو محاولة بائسة ومفضوحة للسيطرة على العملية السياسية التي تقاد للأسف من المخابرات المصرية من وراء الستار. وللأسف عقيلة صالح اليوم بشكل واضح حتى من خلال الجلسة التي ظهرت حاول يعني وأطلق مجموعة من تابعيه ليسكتوا بعض النواب الذين تحدثوا لغة غير لغته عندما طالبوا بالإبطاء على الحكومة، وأن ما يفترض أن يناقش من أولويات يتعلق بانتخابات. عقيلة صالح يريد إنتاج حكومة جديدة حتى يتخذ منها عكازا وشماعة للاستمرار هو ومن معه في جاثمين على صدور الليبيين ويمددوا لأنفسهم سنوات أخرى غير منظورة، وبالتالي كل هذه الخطوات المفضوحة واضح منها أن عقيلة صالح يريد أن يستحوذ على عملية سياسية وينتج حكومة تابعة. دكتور باهر، في هناك شرط، نقطة جدلية أخرى، شرط عدم الترشح للرئاسة من قبل رئيس الوزراء المقبل، وكأن المستهدف من ذلك هو السيد دبيبة تحديدا.
لا على العكس تماما، نرى أنه شرط منصف، لأن من يمارس السلطة ينبغي أن لا يكون له طموح. فمن ضمن النقاط التي نعتقد بأنها قد أخذت على بعض الأشخاص المرشحين، وللأمانة طبعا نشيد بالاجتماع الذي حضره مترشحون كثر للرئاسة، منهم السيد بيبة والسيد حفتر وغيرها من الذين كانوا في ما سبق يتوجهون في الميدان، هم الآن يتوجهون سياسيا. فهذا الشرط نراه شرطا مجحفا بل شرطا عادلا، لكي لا تستغل إمكانيات الحكومة وإمكانيات الدولة لك. في أن تتحول إلى دعاية شخصية لشخص بعيد. كل شكر لك دكتور باهر العكلي، أستاذ الإعلام بجامعة طبرق، ومن طرابلس نشكر الأستاذ فيصل الشريف البحر.